السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم الجزء الثاني من ورشة فستان البنوتات أو الصالح لجميع الأعمار. هذا الفستان هذا الصالح للحفلات وللعرضات العائلية الرمضانية والعيد الصغير إن شاء الله، وللأعياد والمناسبات من طبيعة الحال، وكذلك للخرجات الليلية. في الجزء الأول قدم لكم طريقة كيفاش نديروا الشوف سوغي أو الخفاش. بعض الأجزاء ما كانتش واضحة في هذا الجزء، هذا نشير لها قبل ما نمشي للجيبة أو التنورة أو الصاية. طريقة كيفاش ناخذوا القياس ديال المونش، يعني كيفاش ناخذوا القياس من هنا لهنا. الطريقة هي أننا نمشيو للوسط ديال العنق، مع أن اليد تكون، ونعاودهم إن شاء الله. دابا نمشيو للوسط ديال العنق هذا الشكل، هذا اليد تكون مطلوقة طريقة من هنا ومن هنا، ونشوفوا فين باغينا نحبسوا القياس ديال اليد. اليد تكون هذا الاتجاه، هذا فين غادي نحبسوا، واش هنا واش هنا واش هنا، ونشوف. صافي، والخطوات اللي تنديروا في الكورساج ديالنا هو اننا تنبداو بالكتف، نرسموا الخط الكتف، ترسموا خط الحزام، ترسموا خط الهونش او الحوض، ثم تنطلعوا من هنا لهنا البواتخين ترسموا، او اننا ننزلوا له من هنا ثم ترسموا البواتخين ثم ترسموا الحرده الابط ديالنا. هذو هما الخطوات اللي تنتبعوا بالتتابع. والان نمشيو ان شاء الله لورشه التنوره او الجيبا. هذه التنوره هذه سهله جدا لكنها رائعه جدا. طريقه بسيطه للغايه هو اننا ناخذ الحزام، هذه القاعده صالحه لجميع الاعمار، ونضربوه في اثنان. ناخذ دوره الحزام ضرب في اثنان مقسوم على أربعة، فنضربوا الفاصل كله في اثنان ونقسمه على أربعة. تناخذوا ثوب متني على أربعة بهذه الطريقة هذه، وناخذوا الربع اللي حصلنا عليه نحطوه هنا، ثم ناخذوا طول ديال التنورة اللي عجبنا، طول التنورة اللي عجبنا ناخذوه هنا سوبليي يعني متني، وناخذوا اللي عجبنا يعني هنايا العرض هو هو دورة الحزام مضروبة في اثنان مقسومة على أربعة، هنا طول اللي عجبنا، وهنا ستكون الخياطة، هنا أيضا الخياطة، هنا تناخذوا قيمة اللي غادي يخرج منها في هذا الجزء هذا، من الأفضل القيمة اللي غادي يخرج منها القدم. هو بالنسبة للبنوتات تناخذوا مثلا هذا الدورة هذه مضروبة في اثنان أو في ثلاثة، هاد الدورة هذه مضروبة في اثنان أو في ثلاثة مقسومة من طبيعة الحال على اثنان، يعني النصف ديال الدورة مضروبة في اثنان باش يعطينا هاد الجزء هذا باش يكون واسع، أو أننا تنديرو للسياج ومن بعد نشوفو شحال نخليو هنا. مثلا البنوتات ممكن نخليو هنا 15 سنتيم، أما بالنسبة للكبار لغاية من 20 حتى 25 سنتيم باش تجي يعني داك الفونت او الفتحه كبيره شيئا ما ويبان المنظر ديالو. بالنسبه للمحجبات يكفي انهم يدخلوا القدم ديالهم ويسدوا الجيبا، يعني ما يخليوش قيمه كبيره بزاف باش ما يبانش هذا الجزء هذا من الاقدام. هذا هو، هذه هي التنوره ديالنا لليوم. باقي لنا فقط كيفيه التشطيبات سواء لهذه التنوره او لهذا الموديل. اي سؤال ضعوه اسفل الفيديو ان شاء الله باش نجاوب عليه في الجزء الثالث اللي هو جزء التشطيبات، واي طلب ايضا ضعوه اسفل الفيديو ان شاء الله. تواصلوا معي عبر الجروب اللي بغات شي موديل تحطوا في الجروب ان شاء الله، باش واخا تعطلت راه غادي نشوفوا ان شاء الله منين تجي النوبه ديالو، حيت الطلبات تنفذ بالتتابع. نتمنى الى عجبتكم الورشه ديالي اشتركوا في القناه ديالي، علقوا ولو بكلمه، انشروا الفيديو للاستفاده. الى ورشات قادمه ان شاء الله. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته. السلام عليكم.